خد المسدس روح خده منه. خد المسدس والله خد. قول له يا عمو بلاش. بعد ايه؟ ايه ده؟ خد 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 دي احسن. ايه ده؟ لا ما بغيرش. هات المسدس بتاعي. هات يا بيت المسدس. في طلق ولا نجيب لك؟ لا في خرز. في خرز كمان؟ خدت المسدس؟ خدت المسدس الحمد لله. انت جاي ايه؟ ما هم مش عايزين. طب يجوا. طيب ما اتحيلت عليهم يا عم. انت عليهم ايه؟ والله عشان روح خاطري. روح روح عشان خاطري. تعالوا معايا. نيجي معاك فين؟ تعالوا الاسم. هنروح. لا مش هنيجي والله. هنروح. انا متفق معاهم. هنروح كلنا. متفق معاهم؟ ايه غير الاتفاق؟ ما ينفعش عشان خاطري يا حبيبي. امشي من هنا عشان ما نقلش منك. يا فندم قوة. القوة اللي انت اتعلمته في سنة أولى. يلا. ما حضرتش أولى. ما حضرتش. روح بص. هو ده الكبير بتاعه. ده الكبير. يلا روح بص شوف هيعمل لك. تعالى حبيبي معايا. هناخد كلمتين في الاسم كده. تشرب الشاي معايا ونرجع على طول. معلش مش جاي. برضو مش عايز. رافض. انت رافض ايه يالا؟ انت رافض ليه الخضوع؟ بس ده اللي تعمل معايا. شكلك وحش والله. انت يعني انت دلوقتي هتقبض عليهم ولا مش هتقبض عليهم؟ هقبض عليهم بس هما يرضوا. هما يرضوا ايه؟ انت مش جايب بوكس؟ مش رد... لا ما تقبضش عليهم. دول مش نصابين. نصابين؟ لا مش نصابين. انا عايز امضي معاهم عقد احتكار. ايوه احنا بنحب اللي يحتكرنا. احنا معاه. يعني انت هتمضي مع العيال السيع دول عقد احتكار؟ طبعا طبعا. ده ملوش علاقه بالعقد بتاعنا اللي احنا هنمضيه بينا وبين بعض. دي حاجه ودي حاجه. طب خلاص طلعوا. لحظه واحده حضره الزار. يا مهرس. يا باشا مين اللي اداك الدور ده؟ انت يا ريس. انا اليوم اللي جيت فيه برافو متاخر. دلوقتي في لبسه حاصل. هما دلوقتي نصابين ولا مش نصابين؟ لا هما خلاص كده دلوقتي مش نصابين. واحنا متشكرين قوي على الخطوتين اللي انت جيتهم الاسم لهنا. يعني مفيش متشكرين. ده بلاغ كاذب وازعاج للسلطات. والاوردر طلع. اوردر ايه اللي طلع؟ والله ضرب على المكنه خلاص. ما ينفعش والله. البوكس واقف بره صف تاني ممكن يتكلبش. يعني انت جاي بيه فاضي لازم ترجع بيه مليان. لازم ارجع محمل ان شاء الله. محمل كفته. اهم حاجه يكون محمل اي حاجه. طيب يعني انت عايز السبب في البلاغ الكاذب ده؟ وبسرعه والنبي. بس علشان نادر. نادر تعالى. نادر هيدخلني بعد الساعه 12. بعد ايه؟ مين اللي مش هيدخلك؟ المأمور والله ما يدخل. بيقفلوا الاسم من بره. 12؟ انت سندريلا يا ابني. بقول لك ايه يا نادر. ايوه انت طبعا اللي بلغت البلاغ الكاذب ده. لا مش انا. ولا مصلحه الشركه ولا نادر. ما انا مالي يا شركه امي. هديك 5000 جنيه. لا يا عم ماليش دعوه. ده غبي. هديك 300 جنيه. انا اللي بلغت يا باشا. هو ده اللي بلغ. هو ده القاتل. هو اللي بلغ بلغ كاذب. ايوه تمام. امسكوه. امسكوه. انت بتشاور لنا احنا؟ واحنا قرايبك. انا اتعاطف معاك يعني ونيجي معاك. يا ساعد بعضينا يا عم. في ايه؟ فين العساكر اللي معاك؟ ما انا جاي واحد. ما رضيش. ليه جاي الواحد؟ ما رضيش يجوا معاهم. خصمني كلهم. حرام. خصمينك؟ طب بقول لك ايه؟ اهو معاك اهو المتهم. اقبض عليه واديه الاسم. اتفضل قدامي. تعالى تعالى. يلا يلا. انت غريب قوي. يا نادي. ايوه. ما تسيبوش الا عند باب الاسم. ها؟ عشان بيكت وبيروح حساب تاني. ماشي. تعالى ماما موصياني عليك. تعالى. ده حظكم من السما. لولا الخواجه قال ان هو معجب بيكم وفنكم كان زمانكم دلوقتي متكلبشين وجوه البوكس العجيب بتاع الراجل الغريب. عموما انا هروح اجهز لك العقود اللي بيننا وبين بعض ومعاك فرقتك اهي. امضي معاهم براحتك. يلا بسرعه هات العقود بسرعه.